وللحديث مشاهدينا عن استمرار أزمة النازحين في العراق في ظل التقارير التي تتحدث عن حاجة 2.5 مليون عراقي إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الرافدين الأكارم. حياكم الله. وزارة الهجرة والمهجرين في العراق تقول أن هناك 37 ألف عائلة ما زالت موجودة في 28 مخيما في العراق في ظل إعلان الحكومة عن عدم وجود مخصصات المخيمات. كيف تصف وتقيم أوضاع هذا العدد الكبير من النازحين الذين لا يزالون في المخيمات؟ للأسف أن الإعلان الحكومي هذا سيزيد الأوضاع السيئة سوءا. ونحن لا نتحدث عن عدد بسيط من النازحين، وإنما عن ملايين المواطنين. يعيش عدد منهم في مخيمات رسمية طالما عانت خلال الأوام السابقة من نقص حاد في تأمين وسائل الفتئة للنازحين، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو الأغطية والبطانيات. أما النسبة العظمى من النازحين فيعيشون في مخيمات عشوائية تفتقد إلى أبسط مقومات التدفئة، ويضاف إلى ذلك أيضا الخشية الدائمة من انهيار الخيم بسبب الرياح الشديدة أو السيول. وهنا أود أن أذكر بحادثة وفاة طفلتين عام المنصرم بمخيم عاشتي في السليمانية بسبب برد القارص. طيب، بحسب موقع ريليف ويب الإخباري فإن كما ذكرنا 2.5 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدة عاجلة، نصف هذا العدد هم من الأطفال. كيف ستنعكس هذه الأوضاع السيئة على مستقبل الأطفال النازحين في ظل عدم وجود رعاية من قبل الحكومة والجهات الحكومية الرسمية؟ يعني بكل مرارة نقول أن أطفال النازحين هم المتضرر الأكبر من استمرار النزوح. يعني علاوة على شح الخدمات الصحية المقدمة في المخيمات المتبقية وانتشار الأمراض في أماكن النزوح العشوائي، فإن المستقبل أمام هؤلاء الأطفال لا يبشر بخير، إذ أن الخدمات التعليمية المقدمة في المخيمات تعاني من مشاكل جوهرية مثل قلة الكوادر التعليمية وكباب الصفوف وشح المياه في دورات المياه وقلة مياه الشرب وعدم توفر المستلزمات التعليمية. أما في مخيمات النزوح العشوائي فلا يمكن الحديث أصلاً عن مشاكل الخدمات التعليمية لأنها لا توجد للأسف. طيب، وزارة الهجرة والمهجرين ترجع عدم عودة النازحين اليوم إلى مدنهم إلى الهاجس والمخاوف الأمنية، هل هو هاجس ومخاوف حقيقية أم حقيقة مرصودة موثقة في تقارير المنظمات الحقوقية المحلية وكذلك الدولية؟ يعني الهاجس الأمني هي الحجة الدائمة لعرقلة عودة النازحين وترميم منازلهم وإعادتهم لها. يعني من خلال رصدنا المتكرر لمعاناة النازحين فإن مطلبهم الدائم والوحيد هو إعادة تأهيل مناطقهم جراء العمليات العسكرية التي تمت وتوفير أبسط مقومات للحياة، يعني ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية بعيدا عن معاناة النزوح التي لا تنتهي. طيب، هنا أين دور الحكومة والدولة برأيك في حماية النازحين وتبديد هذا الهاجس لو كان كما تقول الوزارة بأنه هاجس أمني؟ هل ترى أن للحكومة دور حقيقي لتطمين النازحين ومن ثم عودتهم أو إعادتهم إلى مدنهم؟ يعني في حقيقة الأمر وحتى نسمي الأمور بمسمياتها فإن الحكومة تجاوزت مرحلة التقصير إلى مرحلة التنصل الكامل من المسؤولية، وهذا أمر خطير. يعني إذا كان الأمر حادثا أمنيا حقيقيا، وهنا السؤال يكون ماذا فعلت الدولة من أجل ذلك؟ إن التصريحات الحكومية المتتالية بخصوص هذا الأمر لا ترتقي إلى مستوى المعاناة، ويجب محاسبة المتورطين في هذا الأمر داخل أجهزة الدولة إنهاء هذه المأساة الإنسانية. وحقيقة يعني ما يجري هو تحويل ممنهج لملف النازحين إلى ملف مواطنين يقطنون في مناطق عشوائية، مما يعني إهمالا كاملا لهم وتعاميا عن حقيقة تهجيرهم من بيوتهم وما لحق به من أضرار جسيمة. طيب، في ظل هذه الصورة وظل غياب الدور الحقيقي للحكومة في العراق، ما الدور المنتظر والذي من الممكن أن تلعبه المنظمات الإغاثية في هذه الحالة التي يمر بها 2.5 مليون عراقي؟ يعني أقل بالقليل أن تبادر المنظمات الإغاثية الدولية خصوصا وبشكل عاجل لتخفيف معاناة النازحين سواء في المخيمات العشوائية أو المخيمات الرسمية المتبقية. وأيضا على البعثة الأممية في العراق أن تقوم بالضغط بشكل حازم على الحكومة العراقية عبر قنوات الرسمية لإنهاء هذه المعاناة بشكل جذري. من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي السيد عمر العجلوني، شكرا جزيلا لك.